عندي طبعا قرايه مهمه جدا مرتبطه بفكره ريال مدريد السيزون ده. اسالك من التاريخ والبطولات والالقاب والسكواد، لكن السيزون ده كوره ريال مدريد، ايه هي اهم مواطن القوه عندهم؟ ايه هي اهم مناطق الضعف عندهم؟ هقراها معاكم بالتفصيل. عايز اقرا معاكم كارلو انشيلوتي وازاي بيفكر في ماتش النهارده، وايه التشكيل الامثل من وجهه نظره اللي ممكن يخوض بيه مواجهه مع الاهلي في قبل نهائي كاس العالم. بس خلينا نروح لزميلنا كريم احمد من المغرب، نطمن منه على اللمسات الاخيره والساعات الاخيره قبل بقى ما نروح لملعب المباراه. مولاي عبد الله، كمان يمكن ساعتين وشويه لبدايه المباراه. كريم مساء الخير، نعرف منك ايه الجديد عندك؟ كل التحية ليك زميلي العزيز احمد سمير، برحب بيك في البدايه وبرحب بكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يا رب ان شاء الله النهارده على بركه الله يكون يوم عظيم ويوم نصر على فريق النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. ترتيبات الحقيقه كانت مكثفه خلال الايام الماضيه من مستر كولر ومن اللاعبين، تحضيرات وجلسات ومحاضرات. يا رب كل الامور دي تكلل بالنجاح وتكون النهارده تابلو كبير جدا يليق بفريق النادي الاهلي بطل القرن الافريقي، وايضا على الجانب الاخر بطل القرن الاوروبي فريق ريال مدريد. الحلم كبير جدا لكن ثقتنا كبيره في كل لاعبي النادي الاهلي. ان شاء الله ما يكونش فيه مستحيل، ان شاء الله باذن الله نستمتع بكره قدم، نستمتع بلاعبي النادي الاهلي. يعني يا رب ان شاء الله باذن الله خطوه تكون مهمه جدا. الناس بتحلم، المغاربه واشقائنا المغاربه بتقول يا رب يكون نهائي عربي بعد وصول طبعا الهلال، لكن احنا لسه عندنا هذه المباراه المرتقبه والمنتظره من العالم باكمله. طبعا تصريحات مهمه جدا للكابتن محمود الخطيب، القيمه الكبيره جدا جدا، يعني بترفع الروح المعنويه على لاعبي النادي الاهلي، بترفع كل الامور والضغوطات الكبيره. حديثه النهارده مع اللاعبين وامس ايضا كمان على رفع الضغوطات والتركيز والشخصيه، جمهور النادي الاهلي منتظر بشكل كبير جدا، عايزينكم تفرحوهم، عايزينكم تلعبوا بكل قوه وبالشخصيه الكبيره وبالروح. ان شاء الله كل المجهود يكلل بالنجاح في هذه المباراه. يعني اقدر اقول لك في هذه اللحظات المحاضره الفنيه الاخيره لمستر كولر انتهت للترتيبات والتكتيك والتشكيل وكل الامور المعتاده الحقيقه قبل التحرك الى ملعب مولاي عبد الله اللي يستقبل مباراه اليوم الاهلي وريال مدريد 8 مساء بتوقيت المغرب، 9 مساء بتوقيت القاهره. امور طيبه، منتظرين يعني بشغف كبير جدا الحقيقه اشقائنا المغاربه اللي باذن الله يزينوا استاد مولاي عبد الله، وايضا كمان جمهور النادي الاهلي اللي توافد الحقيقه على الرباط للمشاركه والمؤازره والمسانده كعادته. يا رب ان شاء الله يكون يوم عظيم على كل جمهور النادي الاهلي. لاعبتنا الحقيقه في قمه تركيزها، الحرص موجود والاحترام موجود، لكن الخوف مرفوض جدا في هذه المباراه. ان شاء الله باذن الله زميلي احمد ثقتنا كبيره في اللاعبين، في الجهاز، في الجمهور، كل الترتيبات انتهت. عشان كده بنقول يا رب ان شاء الله ربنا يكون موفقنا لكل مجتهد نصيب. اجتهدنا بشكل كبير، لاعبتنا اجتهدت، احنا كمان حتى على مستوى تغطياتنا اللي طبعا بشكل حاصل على شاشه قناه الاهلي من التدريبات والمباريات اجتهدنا بشكل كبير. فيا رب تكون المكافاه للجميع النهارده، منتظرين مكافاه ربنا سبحانه وتعالى تكون مع فريق النادي الاهلي للتشكيل. كل الامور دي الحقيقه مستر كولر شفناها في التدريب، شفناها لمسناها، تعليمات المهمه جدا الحقيقه اللي كانت في تدريب الامس. يا رب ان شاء الله اي حد يرتدي قميص للنادي الاهلي لابد يكون بقلبه وبقوته وبشخصيته في هذه المباراه. اللي بره الدكه يكون بقلبه، ايضا كمان اللي خارج القائمه لابد يكون بشغف كبير جدا، بيتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي لان الهدف هو النادي الاهلي والهدف هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله باذن الله دعواتك زميلي احمد، دعوات كل جمهورنا الكبير والعظيم جدا في هذه المباراه ان يكون يوم فرحه ونصر على الشعب المصري بالكامل، وليس جمهور النادي الاهلي فقط، باقدام اللاعبين وبروحهم وباخلاصهم وبقلبهم وبالقيمه الكبيره الكابتن محمود الخطيب وباعضاء مجلس الاداره بالكامل اللي توافدوا الحقيقه ووصلوا الى الرباط لمسانده ومؤازره فريق النادي الاهلي. رساله مهمه جدا وصلت للجميع. يا رب ان شاء الله العالم كله النهارده يفخر بالنادي الاهلي، يفخر بمباراه تليق باسم النادي الاهلي، ويا رب ان شاء الله يكون يوم نصر عظيم على كل جمهور النادي الاهلي. طبعا بشكر الزميل العزيز كريم احمد.